يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي كأس مصر والذي يجمع الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بعد ساعة قليلة من الآن. ويدخل الأهلي المباراة رافعا شعار لا بديل عن الانتصار لتحقيق لقب الكأس الغائب منذ 10 أعوام، ويتسلح المارد الأحمر بكوكبة من النجوم لتحقيق لقب الكأس الغالي، أبرزهم عبد الله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجاي وعلي معلول وأحمد فتحي وشريف إكرامي. وطالب حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر من لاعبيه بضرورة التركيز وعدم التهاون في المباراة، خاصة وأن المصري يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين والباحثين عن صناعة المجد بتحقيق لقب الكأس. كما حذر البدري لاعبيه من خطورة لاعبي خط وسط المصري والذين يتميزون بالقوة والسرعة، وشدد على لاعبي الأحمر بعدم ارتكاب الأخطاء في منطقة الوسط حتى لا تتاح الفرصة أمام لاعب المصري في الهجمات المرتدة. ومن جانبه حرص حسام حسن المدير الفني للفريق الساحلي على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التي يخوض بها اللقاء، كما عقد حسن جلسات منفردة مع لاعب الفريق وذلك لدراسة الخصم بطريقة الفيديو، بالإضافة إلى الجلسة الجماعية والتي طالب من اللاعبين بممارسة الضغط المبكر على حامل الكرة من النادي الأهلي. وطالب حسن لاعبيه بعدم ترك المساحة أمام أجنحة الأهلي، كما كلف حسام كل من فريد شوقي وسيد عبد العال بضرورة مساندة الظهيرين، خاصة أن خطورة الأهلي تتمثل في الأجنحة. ومن المقرر أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى، ومن أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وعلي معلول في خط الدفاع، بينما يتواجد كل من حسام عاشور وعمرو السلية وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا في خط الوسط، وفي الهجوم جونيور أجايي. ومن المنتظر أن يدخل حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من أحمد بوسكا في حراسة المرمى، وأمامه محمد حمدي وأحمد أيمن منصور وكريم العراقي وإسلام صلاح، وفي خط الوسط فريد شوقي وعمر موسى وعبد الله بيكا ومحمد الشامي وعبد الله جمعة، وفي الهجوم أحمد جمعة.